السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. في النهاردة تعريف طبعات اللي هي ترميف ادلار، سواء هي 50-30 أو أي إصدار من الطبعات دي كلها. في ده تعرفك الطبعة يعني ازاي تعرفها، أو يعني ازاي تجرى على الجهاز بتاعك وتطبع. ده شباب دي طبعا مش متعرف معايا ولا بتدي اي امر، يعني انا مثلا بخش على برنامج الوورد مش بتدي امر او مش ظاهره عامه، يعني في بعض المشاكل هي بتبقى مش ظاهره اساسا الطبعه على برنامج الوورد او على الجهاز. فاحنا مثلا لو دخلنا على برنامج الوورد مثلا 2010 او اي وورد عندك، ده شباب لو دخلنا على ملف الوورد او برنامج الوورد وجينا طبعنا كده، يعني لو دخلنا على كلمه اللي هو الملف ده شباب، وبعد كده دوس على كلمه طباعه، فهتلاقي عندك خيارات اللي هي الأجهزة المتصلة. فهتلاقي عندك خيار أساسا طبعا مش موجود، فكده أساسا طبعا مش متعرف على جهازك الكمبيوتر. حتى لو كلمة إضافة طبعا مش هتحل المشكلة، أو مش تقدر تضيف الطبعة بتاعتك. ده شوية حل سهل بسيط. طبعا هنحمل برنامجين خاص بتعريف الطبعة اللي هي طبعة ترميف أدلار. تمام يا شباب، ده شباب هنروح نحمل التعريفات، طبعا رابط تحميل التعريفات اسفل في الديسكريبشن. ده شباب هنروح على التفعيلات، طبعا اول برنامج معانا لوكا سمارت الخاص بتعريف الطبعه، وتاني برنامج اللي هو درايفر. هندوس على اول تطبيق نيكست. نيكست بيبدأ يسطب معانا، بعد كده ندوس على كلمة اي جريم، بعد ندوس على كلمة نيكست، بعد كده فينيش فيبدأ يسطب معانا. ندوس على كلمة اوكي كده اتسطب معانا. نسطب تاني برنامج، دول البرنامجين دول خاصين بتعريف الطبعة. طبعا هنا بتختار اللغة وليكن الإنجليزي، أوكي تمام يا شباب. بعد كده ندوس على كلمة نيكست إيمج نيكست. تمام يا شباب، ندوس على كلمة نيكست تاني فبيبدأ يسطب معانا. تمام يا شباب، بيبدأ يسطب معانا الملف بتاع التعريفات جيل التسطيب. تمام كده يسطب معانا. هندوس على كلمة فينيش. ده شباب هنروح على الطبعة ونجرب نطبع كده، وليكن انا كتبت مثلا حديث او مقال عشان نجرب كده. هندوس على كلمة الملف. ده شباب، بعد كده ندوس على كلمة طباعة. ده شباب، فهتلاقي تلقائيا ظهرت لنا الطبعة واتعرفت الطبعة على جهاز الكمبيوتر. ادي الطبعة اتعرفت معانا مفيش اي مشاكل كده، التعريف نفع. طبعا رابط تحميل التعريف اسفل في الديسكريبشن. هندوس على كلمة طباعة ونروح للطبعة ونشوف هل هتطبع ولا لا. كده نورت لون احمر كده في وضع الاستعداد كده هتطبع معانا. تمام يا شباب، تمام يا شباب كده طبعت معانا، تبدأ تطبع كده طبعت معانا مفيش اي مشاكل كده اتحلت المشكله. تمام يا شباب، طبعا رابط تحميل التعريفات هتلاقيه اسفل وصف في الديسكريبشن. اوكي يا شباب، يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عارف الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وشير عشان تستفيد. وفي الاخير شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.